المثال موجود عندهم في عنا عملية جمع move di بالبداية offset num، وهنا بنفترض انه num هي عبارة عن array، بما انه عملية الجمع رح نعملها على register al، فنفترض انه num معرفة define byte وفيها اكثر من عنصر. كبداية move al0، هون انا صفرت قيمة الاكيوميليتر او الريجستر AL، يعني كان ممكن نستخدم محلها BL او CL، يعني مش ضروري يكون اكيوميليتر. الهدف طبعا انه انا ما بعرف القيمة السابقة ل AL، وانا رح اعمل اكثر من عملية جمع لاكثر من عنصر جوات هاي الاري وادمجهم او اجمعهم كلهم جوات AL، فضروري اني اصفره بالبداية لاني ما بعرف القيمة السابقة وما بصير افترض انها زيرو، فضروري جدا كان اني اصفر قيمة AL، يعني AL هون تساوي عنا 0. add AL DI باختصار DI هي الأوفست تاعت num، لما يكون في عنا أكثر من أوفست ل array معينة فالبداية تاعتهم هي بتكون أول أوفست، بمعنى إنه هون element 0، يعني إنه بدي أجمع element 0 على AL اللي هي already تساوي 0، فمعناته AL تساوي element 0 من الأري اللي اسمها num. add AL DI زائد 1، قيمة DI بطبيعة الحال مختلفش عليها اشي، فهي 0 زائد 1 او اللي هي اول عنصر جوات الأري زائد 1، فانا هنا بدي اجمع على AL اللي موجودة في element 0 بدي اجمع له element 1، يعني AL رح تصفي ناتج جمع element 0 زائد element 1، بمعنى بالعامية يعني هون احنا جمعنا العنصر 0 و1 من الاري اللي اسمها num واللي حجم عناصرها 1 بايت، وناتج الجمع حطيته على الريجستر al. تمام. بالمثال التالي له نفس العملية حتتسوى بس لاري اسمها array move al0، كعادة انا بدي اجمع القيم جوات al مثلا، فحطيته صفر لانه لازم انا اصفره. move si3 بعديها add al array si، هذا النوع من الادريسنج مود اذا ذاكرين بنسميه relative. القيمة relative بدل ما احطها كرقم جوات اقواس الاوفست يعني si زائد 3 او رقم، هون حطيتها كليبل برا اللي هو الاري اللي اسمها array عندنا. باول instruction بالاد بدي اجمع ل al اللي انا اوريدي حاط فيها صفر قيمة العنصر رقم 3 جوات الاري اللي هي بتأشر عليه قيمة si، لانه si 3. array بتودينا على بداية الاري اللي اسمها array، يعني في عندي array اسمها array. طبيعة الحال لما يحسب الـ effective address رح يأخذ الداتا segment في 10 زائد قيمة label اللي هي بداية array. array رح تودينا على بداية الاري نفسها، و si اللي هي قيمة 3 رح تودينا على العنصر رقم 3. طبعا احنا بنبلش من عنصر 0 يعني 0 1 2 3، فرح توصلني لعنصر رقم 3 او element رقم 3 جوات الاري، رح يجمعه مع AL اللي هو اصلا 0، فرح يكون عندي القيمة المخزنة حاليا جوات AL مش طبعا 3، القيمة element اللي هو 3 ومش الثالث، اسمه element 3. دائما احنا بنخربط بيناتهم، لكن احنا بلشنا من element 0 1 2 3. element 3 اللي هو اذا بدنا بالترتيب، لوني ما بحب استخدم الترتيب، هو الرابع بالترتيب. طيب بعديها راح اعمل add على al array si زائد 2. طيب الداتا سيجمنت بتودينا ds على بداية الداتا سيجمنت زائد طبعا في 10 زائد قيمة array راح تودينا على بداية الاري زائد si بتودينا على عنصر رقم 3 زائد 2 5، فهنا راح اخذ قيمة العنصر 5 راح اجمعها 3 زائد 5 العناصر elements 3 زائد 5 5 نجمعهم مع بعض والجواب على AL. بالاد الثالثة راح اجمع قيمة ال AL الحالية اللي هي 3 زائد 5 على ال elements، يعني element 3 زائد element 5 array si زائد 4، يعني si 3 ما اختلفش عليها اشي لانه هي مش source ولا destination، هي بتأشر على رقم العنصر او الاندكس تبع الاليمنت جوات الاري زائد 4 فهو الاليمنت 7 اللي هو بالترتيب الثامن بالمناسبة، بس نحكي اسمه اليمنت 7. فهون رح يجمع لي الاليمنت 3
3 و5 و7، مش القيمة الفعلية تعيتهم 3 و5 و7. انا ما بعرف شو مخزن جواتهم، يعني ممكن 3 تكون 20 هكسا، هون 30 هكسا، وب7 40 هكسا، تمام، فبطلع لنا مثلا 90 هكسا ديسيمال مثلا. طيب فاللي عملته هون اني جمعت قيم ثلاث elements او 3 elements من الاري اللي اسمها array، اللي هي element 3 element 5 element 7، وكبداية صفرت قيمة الريجستر AL لأني ما بعرف قيمته الأصلية، مشان لما أعمل أول عملية جمع أجمعها مع صفر. فعليا عملية الجمع مع صفر add AL array هي كان ممكن أستبدلها، يعني العمليتين اللي هون أو two instructions move AL صفر أو zero بعدين أجمع له قيمة array SI الأولى، ممكن الاثنين الـ add الأولى أستغني عنها وأستبدلها بـ move AL array SI، يعني ما في داعي هنا أصفر قيمة L لأنه نبدأ أعمل move عليها قيمة الـ element 3 كبداية، لأنه أول مرة راح أجمع من الصفر اللي هي فعليا عملية move، فبدل 2 instructions ممكن أستبدلها بواحد instruction. طيب نفس الكود هون محطوط مأخوذ من الأسمبلر زي ما حكينا، وهنا الأوب كود المقابل إلها أو المشين كود المقابل إلها. العنصر او المثال التالي عندنا هون ورجينا عملية جمع مشابهة بس مع عدة اختلافات. اول شغلة بنلاحظها لما احكي move EBX offset array، فمعناته هون انا بدي اخزن الاوفست على ريجستر حجمه 32، يعني بدل ما حطيت الاوفست على SI او DI ريجستر 16 حطيت الاوفست مش القيمة، الاوفست على ريجستر 32، طبعا لانه هنا استخدمت السكيلد، وبالسكيلد لازم الريجسترز اللي جوات اقواس الاوفست تكون حجمها 32. برضه موف اي سي اكس 3 العنصر 3، بعدين اول مره بدي اجمع عناصر الاري مع بعض، في عندي اري اسمها اري حطيت الاوفست تبعها على اي بي اكس. الانستركشن الاولى كان ممكن استبدلها ال اي 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 بي اكس اري، نفس الناتج طبعا. بالحالتين راح اخزن على قيمه الاي بي اكس مش الفاليو تاعت الاري اللي هي اكثر من فاليو او اكثر من اليمنت، لا اول اوفست لاليمنت 0. اول عمليه عندنا هون بدي اعمل موف على اي اكس اي بي اكس زائد 2 اي سي اكس، هذا سكيلد الداتا سيجمنت في 10 زائد اي بي اكس زائد 2 مضروبه في اي سي اكس. قيمة دي اس لما اضربها ب 10 بتوديني على بداية الداتا سيجمنت اللي مخزن عليها عناصر الاري. قيمة البيس اي بي اكس راح توديني على بداية الاري نفسها. 2 في اي سي اكس يعني اي سي اكس اليمنت رقم 3 وضربته ب 2، وهنا استخدمت السكيلد لانه عملية الجمع راح تصير على ريجستر اي اكس اللي حجمه 16، فمعناته الاري اللي عندي عناصرها كلهم حجمهم 16 او 2 بايتس، يعني راح يحتاج كل اليمنت ل 2 ميموري لوكيشنز، يعني اليمنت 0 راح ياخذ 2 بايتس او 2 ادريسز، اليمنت 1 2 ادريسز، واليمنت 3 نفس الطريقه 0 1 2 3 كل واحد راح ياخذ عندنا 2 ادريسز او 2 لوكيشنز بالميموري. مشان هيك ضربتها بالمعامل 2 لانه كل اليمنت عندنا اليمنت هون 3 3 ضرب 2 مشان اوصل للاليمنت 3، ببلش من اليمنت 0 طبعا، واي بي اكس بتودينا على بدايه السيجمنت. لما تعملها موف على اي اكس يعني انت كبدايه خزنت على اي اكس الاليمنت 3 او قيمه الاليمنت رقم 3 على اي اكس، بعديها عملت موف اي سي اكس 5 يعني الاليمنت 5 بدي اجمعه للاليمنت 3، فحكيت اد AX EBX زائد 2 في ECX نفس العملية، الخمسة رح تنضرب باثنين مشان أوصل للإليمنت 5، رح تنجمع مع قيمة EBX زائد الداتا سيجمنت في 10، يعني الـ 2 بايس اللي بيمثلوا قيمة العنصر رقم 5 رح ينجمعوا مع AX اللي هي أوريدي فيها الإليمنت رقم 3، فرح أجمع إليمنت 3 و5، بعديها موف ECX 7 آد AX EBX زائد 2 في ECX، يعني رح أضرب 2 في 7 اللي هي بتمثل الاوفست تاعت اليمنت رقم 7، واجمعه ل AX اللي اوريدي فيه ناتج جمع اليمنت 3 و5، فبالاجمالي راح اجمع ثلاث عناصر اللي هم 3 و5 و7 كل واحد فيهم حجمه 2 بايتس، واحطهم جوات الاكيوميليتر
AX. استخدمت AX لأنه حجم العناصر عندي 16، واستخدمت السكيلد هون مشان أضرب الأوفست فاكتور مشان أقدر أحسب الأوفست الصحيح لكل element عندي، لأنه بحتاج to memory locations. طيب لو اعتبرنا أنه على سبيل المثال الأري اللي عندي العناصر اللي فيها القيم كل واحد فيهم عبارة عن مش 2 bytes 4 bytes أو 32 بت، هذا الحكي معناته أنه كل عنصر رح يحتاج 4 memory locations من الميموري، تمام؟ وبهيك حالة التعديلين اللي ممكن يسووا على الكود اللي قدامنا هم: أولا محل AX ممكن أستخدم EAX لأنه العناصر عندي حجمها 4 بايت، والتعديل الثاني أنه بدل الفاكتور ما يكون عندي 2 رح أستخدم فاكتور 4 لعملية حساب الأوفست للإليمنت، لأنه كل عنصر رح يأخذ عندي 4 ميموري لوكيشنز جوات الأريه.